على المنظومة الصحية في الجزائر مجموعة تاع لي ميدسان مسؤولين يا خوتي، هادو دي ميدسان ماهمش طلبة، سي لي ميدسان، لي ميدسان لي شيف دو سيرفيس تاع السي اش يو تاع قسنطينة، معروف هاد السبيطار الكبير في قسنطينة، داروا اليوم وقفة وقالوا رسالة بعتوها للسلطات باش يحكيوا لهم على الوضع الحقيقي تاع السبيطار تاع قسنطينة. نسمعوا واش يقولوا. تفضل خويا المخرج. Alors, permettez-moi de lire tout d'abord le communiqué en langue arabe et je vais le traduire juste après. بيان عن الوضع الكارثي في المستشفى الجامعي قسنطينة. نحن أطباء رؤساء المصالح وكل مهنيي الصحة بالمستشفى الجامعي نجتمع اليوم للتنديد بالوضعية التي آل إليها المستشفى الجامعي. هذا المستشفى الكبير كما يسمى في قسنطينة. السبيطار الكبير. هذا المستشفى الكبير كما يسمى في قسنطينة يتكفل بالتغطية الصحية لعدد كبير من سكان المنطقة الشرقية للبلاد ويقدم من المفروض رعاية صحية عالية الجودة ويضمن تكوين آلاف الأطباء. يعاني اليوم من الشلل الكلي. هذا الخلل بدأ منذ أعوام وليس وليد اليوم. هذا الخلل يمنع المهنيين من القيام بمهامهم في ظروف تحترم كرامة المواطن الجزائري. ونظرا لغياب قنوات الحوار مع الإدارة التي تتجاهل منذ سنين، مش الإدارة الحالية فقط، منذ سنين نداءات الاستغاثة المتكررة التي بعث بها رؤساء المصالح وكل مهني الصحة إلى هذه الإدارة، أدى إلى تدهور ظروف العمل وظروف التكفل بالمرضى، نقص فادح في الوسائل والإمكانيات، هشاشة كل المصالح وتعثر كل عمليات الترميم، نقص الموارد البشرية المؤهلة وسوء توزيع الموارد البشرية الموجودة، انعدام الأمن في جميع المصالح وخاصة الاستعجالات. هذه الوضعية وصلت إلى غاية تهديد سلامة وأمن المريض. نطلب اليوم خطة عمل واضحة وخاصة للالتقاء بمشفانا الجامعي لضمان الرعاية الصحية الكريمة لمواطنينا. وهذه من الأولويات التي سطرها السيد رئيس الجمهورية. وأخيرا نعلمكم بأن الجهات العليا في البلاد عبرت عن عزمها بأخذ بعين الاعتبار انشغالاتنا، ولكن نحن في الانتظار خطوات وقرارات ملموسة وفي أقرب الآجال. وشكرا. سمعت يا خوتي، السبيطار يعاني من شلل تام، ماشي واحد جا مريض يداوي مسكين، لا لا لا، السبيطار كامل سبيطار شلل تام، باراليزي توتال اخوتي، او حابس اسم السبيطار. هذا السبيطار اللي يجيو الناس يعالجوا فيه، قال لك هو في ذاته مريض مفلق. وكم سمعتوا واش قال؟ نقص المرافق، نقص اليد لا مان دوفر كاليفي، نقص يعني نقص في كلش، الامكانيات نقص في كلش، كلش ناقص. يعني كيف يقدروا يغفلوا يا خوتي على قطاع كيما هذا مهم؟ الناس تجيب بالوجاع وتجيب لي دولور، تجي للسبيطار تلقاه هو في ذاته مفلق يشكي. واحد يجي يشكي بمرضه يلقى السبيطار في ذاته يشكي له، يقول انا ما عندي والو. سي جراف. ومناشنا نحكيو على سبيطار في مناطق ظل، رانا حكيو على قطب كامل شرقي يداوي شرق كامل اخوتي. وكان الناس من عنابه كي ما يلقاش يقولوا روح اطلع قسنطينه، تما سبيطار كبير دو رونومي وعنده ريبوتاسيون وراه ريفيرونس في الجزائر. اذا كان هاد لا ريفيرونس راهي في شلل تام، وش يقولوا الاخرين؟ ودي اول مره يخرجوا لي شفت سيرفيس يهضروا كذا، ما فين الطلبه، ما فين شويه خدامه لساج فام كذا، لكن خرجوا درك قال لك رانا في حاله، ومادام وصلوا لهذه الحاله كيما قال لك رانا بعثنا للسلطات بصح وعدونا وما كان والو. هذه تبهديله خالد، واكيد ما تشوفهاش في الاعلام، سي نورمال الاعلام مش حيزيد يفضح تان، يقول لك الطلبه نفضحوا الحراقه ما نهدروش نفضحوا يفضحونا هادم نهدروا يفضحونا، ما كلش عاد مفضوح يا خالد. كي غير تبون في الحمله الانتخابيه كان عنده شطر هذا تاع الاطباء ونعشيه وقعبه والجيش الابيض وكذا وكذا. ها هو بعد 3 شهور من الانتخابات هم خرجوا ببيان رانا في شلل تام.